كما اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر وزارة الخارجية بمدينة القاهرة اليوم مع أخيه معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة. وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الخارجية على متانة العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في ظل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسعيهما المخلص لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، معربا سعادته عن اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين من تطور وازدهار على الأصعدة كافة. أشاد سعادة وزير الخارجية بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في حفظ الأمن القومي العربي وخدمة القضايا العربية الإسلامية وما تقوم به من جهد متواصل لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وما تحققه المسيرة التنموية من تطور ونماء في مختلف المجالات التنموية، متمنيا لجمهورية مصر العربية الشقيقة دوام التقدم والازدهار. من جانبه أعرب معالي السيد سامح شكري عن اعتزازه بلقاء سعادة وزير الخارجية مهنئا سعادته بالثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرا للخارجية ومنوها بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مؤكدا تطلع بلاده الدائم لتنمية التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف المستويات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.